إذن مشاهدينا في هذه الفقرة يسعدني أن أستقبل من عمان حالة من العراق تعرضت للعنف والاغتصاب من قبل داعش وهي تتبع الآن لجمعية نساء ضد العنف. سيدتي مرحبا بك، طبعا بناء على طلبك لن نعرض هويتك الحقيقية ولا الاسم الكامل. سيدتي أخبرينا في البداية، ما الذي حصل لك؟ ما القصة التي تريدين أن ترويها للمشاهدين اليوم من خلال شاشة العربية؟ أول مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أنا عراقية، أنا عندي أم لأطفال وزوجة، تعرضت لاغتصاب من قبل العناصر داعش، اغتصاب قدام زوجي وأطفالي وبناتي، وقتلوا زوجي قدامي بعد ما شنعوا فينا وهجموا علينا بالليل، لأن هم مش يدعون بالإسلام، هم مش إسلام يعني. وأنا هربت بناتي، خفت لا ياخذوهم سبايا زي ما هم بدهم ياخذوا البنات يعني. هربت بناتي وهربت بولادي. سأنا ابني الكبير عنده حالة نفسية صارت، لأن شاف المنظر قدامه وشافنا شون اغتصبونا وشون هجموا علينا. هم يقولون إحنا إسلام، هم مو إسلام، بريء منهم الإسلام، هم بريء. يعني زوجي قاعد يقاوم وظل يقاوم وياهم، وكتلوه قدامي وعجبوا فينا وما خلوا علينا يعني، وغير تهكوا أعراضنا وسلبونا. وأنا بناتي ثنتين صبايا راد يعني يغتصبون، بس أنا وقفت بوجوههم وعرفت شلون أهربهم، يعني والتجأت لهنا يعني ما أدري، أنا ما أدري شو بدي أحكي يعني. الحالة يرثى لها الحمد لله، بس الحمد لله والشكر الحمد لله. وهسه عندي ابني الكبير حالته النفسيه كلش تعبانه يعني، كل ما يتفرج بيه يبطل يجمع، ما ادري ايش يحكي وش يقول، غير زوجي اللي مات، غير اطفالنا اللي شتته، وغير بيوتنا اللي راحت. عجبوا فينا. ايش نحكي وش نقول يعني؟ قليل حكينا وقليل كلامنا، ايش رد نحكي وش رد نقول؟ بس هذا بس يعني. هم يدعون سيدتي الإسلام. نعم. بريء منهم الاسلام. تقولين بريء منهم الإسلام، أنت ما رأيك فيما يسوقونه من حجج؟ يعني هم يقولون أنه يتحدثون عن السبي، يتحدثون عن غنيمة حرب، يجدون أساليب يدخلون منها ويعطون صبغة شرعية للأفعال التي يقومون بها والإسلام منها براء. أنت ما رأيك؟ هل تأثرت بما, بما, بما يقولون هنا عن الإسلام، باستغلالهم للإسلام بهذه الممارسات؟ يستغلون الإسلام بالحكي هذا، يستغلون بكل شيء يعني. يأخذون بنات صبايا عمرها 11 سنة و 12 سنة، يأخذون سبايا بيا دين هذا، بيا شرع، بيا قانون يعني. ماكو هذا الحكي، حرام عليهم، ما عندهم ذرة إسلام، ريحتهم طالعة. ريحتهم طالعة. هذولا ما يدعون الإسلام، يدعون الإسلام كذب يعني إشي فظيع، إشي فظيع. ويأخذون بنت سبية، يأخذون الأطفال يعلموهم عسلاح، الأولاء الجهال الصغار يعلموهم عسلاح، البنات يأخذون سبايا. بأي دين هذا؟ بأي دين؟ سيدتي إحنا إسلام، دولة نعم. إسلام. نعم، أعلم أنك تتحفظين على ذكر الكثير من التفاصيل بسبب الحرج المتعلق بالقصة، ونحن ما نزال في مجتمعات يعني لا تغفر حتى للمغتصبة، وتبقى تحملها هي أيضا مسؤولية ما حصل لها وهي يعني ضحية. لكن أريد أن أعرف إذا ممكن في أي مكان حصلت القصة التي تعرضت لها، وملابسات الجماعة التي دخلت إليكم، ولماذا قاموا بما قاموا به ضدكم؟ إحنا من العراق، أنا حكيت لك لابد من الأول، إحنا من العراق. نعم. من الرمادي. يعني زوجي عنده قهوة. وإحنا قاعدين بأمن وبأمان، ماكو شيء يعني. ما شفنا إلا فتحوا علينا البيبان، وناس لابسة وجوههم ما عرفوا يعني، وحاطين الرايات، قال إنه هاي راية الإسلام، وإحنا يدعون بالإسلام ويدعون بالدين يعني. أنا أحكي وياك وأنا جسمي يعني أنت يعني طيب. ما أدري شو أحكي لك يعني. نعم سيدتي، يعني هم يرفعون راية الإسلام يعني، وأنتم مسلمين أيضا، ما الذي قلتموه لهم؟ طيب هم مسلمون يرفعون يعني راية الإسلام، أنتم مسلمون، طيب
احنا قاعدين يعني بالليل انا وجهالي قاعدين بالغرفه ما شفنا البيبان اللي فتحت علينا، شو تريدون ما تريدون؟ قالوا عند شافوا بنات صغار قالوا ياخذون البنات من عندي وياخذون وجهالي يعني اثنين ابني كبير يعني قال لي هذا لازم يجاهد اي جهاد اي اسلام اي اسلام هذا اللي هم يدعون به حتى ياخذون ولد 13 سنه يروح يجاهد اي اسلام ولا بنات ياخذون سبايا اي سبايا احنا بيا عصر احنا بيا زمن طيب. يعني على زمن الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم ايه طيب سيدي لكن بعد ما فتحوا عليكم طب. الباب ايش صار؟ هجموا علينا ضربوا زوجي ضربوا ابني ظلوا يضربوا يكسروا من هون يكسروا البيبان من هون فتحوا البيبان فتحوا الهادي ويكبروا ويسووا طيب ليش طيب شوفي احنا شو عاملين ما عاملين اشي ما سوينا اشي احنا لا ظلوا يضربون ويسوون واغتصبوا زوجي قدامي وبعديها من كثر الضرب قتلوه وبعدين هجموا علي انا يعني حاليا يعني انا منقبه يعني بخاف يعني بخاف منهم يعني اخاف منهم هوايه عرفت شلون استاذ يعني ما اعرف شو احكي لك يعني ما اعرف يعني الموقف ما تقدر تتصوره يعني استاذ ما تقدر تتصوره فعلا ما تقولينه صادم جدا لكن نريد يعني انا احكي وياك وانا جسمي كله بيرج من جوا يعني كله يرجف من جوا يعني تتذكر الموقف جسمك كله شو يصير بي يعني طيب. أنا ابني ما أقدر أتفرج بعيني بعين ابني ابني يتفرج علي يبكي ما طالع بيده إيش يسويه ما طالع بيده إيش يسويه يعني هم يقولون إسلام أي إسلام حضنت بناتي وظلتني خايفة على بناتي بلاش ياخذوهن من عندي وحضنت أولاد صغار وشفت شافوا أبوهم قدامهم من كتل وشافوا أمهم من اختصبت قدامهم شو بدي يصير فيهم شو بدي يصير فيهم أطفال هذول شو بدي يصير فيهم ومع ذلك خليك أنت بالموقف هذا نعم. أخذتيهم وهربتي سيدتي الكريمة هربت يعني ظلينا نمشي ولا 20 يوم حتى تجانا لناس قدروا يطلعونا ويهونا بس كانت حالتي النفسية كلش تعبانة ولما نجيت بعمان عرفت الجمعية نساء ضد العنف والست خلود وخذنا دروس وخذنا قعدات عرفنا وحكيت قصتي يعني ما أدري أنا ما أعرف شو أحكي لك ما أعرف يعني إشي ينهار الأعصاب إله بس يعني ما طيب. أقدر أتصور الموقف قدامي شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة سيدتي الكريمة أنت حالة من العراق تعرضت للعنف والاغتصاب من قبل عناصر داعش أنت الآن في أمان مع جمعية نساء ضد العنف في الأردن في عمان شكرا جزيلا لك مرة أخرى معي الآن من عمان الناشطة الحقوقية خلود خريس رئيسة جمعية نساء ضد العنف مرحبا بكم سيدتي الكريمة سيدة خلود معنا في نشرة الخامسة في العربية بصفة عامة لو تحدثنا عن وضع المرأة العربية اليوم كيف تنظر له السيدة خلود اليوم في 2016؟ للأسف شكراً سيدة على الاستضافة لكن للأسف أنه نحتفل بهذا اليوم اللي هو اليوم الثامن من آذار باليوم العام للمرأة والمرأة العربية المهجرة المرأة العربية التي تركب قوارب الموت المرأة العربية التي تغتصب المرأة العربية التي تنتهك كل حقوقها كاملة أي احتفال هذا والمرأة العربية تعاني ما تعانيه الآن ما تعاني وأكبر دليل الحال اللي عرضناها من عصابة داعش التي تدعي الإسلام الإسلام كرم المرأة ومنع عقد البنات في الجاهلية وأعطاها حقوقها كاملة بالعمل وبالزواج والميراث وهذا ولكن داعش تطبق الدين الإسلامي بطريقتها وهي بريء والإسلام بريء منهم باغتصاب النساء وسب النساء أي دين هذا وأي هذه شريعة الغاب عند داعش للأسف أنه داعش أكثر عصابة أساءت للدين الإسلامي وساءت للنساء داعش الآن تغتصب النساء داعش الآن تبيع النساء داعش الآن تستعبد النساء ما كل أنواع العنف الوحشية تحت اسم الإسلام طيب. والإسلام بريء منهم الإسلام الذي كرم المرأة نعم سيدة خلود نعم لكن سيدة. غير مناطق النزاع في العالم العربي في المناطق التي يمكن القول عنها آمنة
كيف يمكن وصف وضع المرأة هناك؟ وهل هي بعيدة كثيراً عن المرأة في الغرب دعينا نقول؟ يا سيدي، العنف خلينا نحكي بشكل عام ضد المرأة، العنف في قصة قديمة حديثة وأصبحت تطفو على السطح. المرأة لحد الآن لم تحصل، رغم كل المنتديات والمؤتمرات وكل القوانين، المرأة الآن لم تحصل على قوانين على حقوقها كاملة. أكبر دليل أنه بنلاقي المرأة بالعمل راتبها ينقص عن الرجل في بعض الحالات. المرأة لا تعطى الحوافز التي تعطى للرجل، هاي أول من ناحية العمل. المرأة في الميراث في دول كثيرة تحرم ولا تطبق عليها الشريعة الإسلامية اللي هو من حقها بالميراث. المرأة في اختيار الزواج، في بنلاحظ أن الزواج قاصرات وأن الأهل اللي بتصرفوا عليها. العنف الأسري الذي يمارس على المرأة من الأب والزوج والأخ لا يزال في ازدياد للأسف مع قمة التكنولوجيا وقمة المؤتمرات والمنتديات اللي بنطالب فيها الحقوق المرأة. أين تمكين المرأة حتى نتخلص من العنف ضد المرأة؟ أول شيء يجب عندنا يكون تمكين المرأة اقتصاديا حتى تكون صاحبة قرار، والنظرة التمييز اللي تنظر للمرأة في المجتمعات هذا هو سبب العنف. يجب انها نبعدها من جذورها. المرأة يجب لها حقها بالتعليم، حقها بالعمل، حقها بالاشياء اللي اعطاها اياها الاسلام. وللاسف احكي لك شغله، يعني العنف ليس في الدول العربيه فقط ولكن في اوروبا يمارس. صحيح. في اوروبا يمارس بشكل اوسع. سيدة حلود، في اوروبا ولكن احنا كدول اسلاميه وان قانونها تفضل. لطالما يقاس دولة اسلاميه وان شريعتنا وش لازم نطبق. سيدة خلود، لطالما يقاس مستوى تحضر المجتمعات بمسألة المساواة بين الرجل والمرأة، ربما هذه النقطة التي في عالمنا العربي طبعاً حولها عدم فهم، لماذا المساواة بين الرجل والمرأة؟ لماذا يجب أن تكون أساسا في المجتمع؟ يا سيدي، المجتمع هو مكون مين؟ مني ومنك. أنت رجل وأنا امرأة، فإذا كنت أنت إلك دورك وأديته وأنا أديت دوري فبيكون عندي مجتمع سليم. رأي سبحانه وتعالى لما يكون يعني أنت إلك دور وأنا إلي دور. فإحنا لما بنقصي المرأة عن بنقصيها عن حقوقها وعن واجباتها في المجتمع، إذا المجتمع غير سليم. فإحنا أنقصنا، لأنه المرأة إلها دور فعال. وأثبتت المرأة أول إشي في التربية، أثبتت في كل المواقع اللي وجدت فيها إنها إلها دور فعال. وبنلاحظ عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم النساء كان لهم دور، حتى كان يشاورهم في بعض الغزوات وكان يأخذ برأيهم. فإحنا لما يكون يعني المرأة هي نصف المجتمع كما يقال، فإذا إحنا أبعدنا هذا النصف المجتمع من ممارسة حقه، فبيكون عندي أنا مجتمع فيه خلل، ما في توازن. فيجب أن تكون المرأة تؤدي دورها بالمجتمع والرجل يؤدي دوره حتى يكون عندي مجتمع سليم. هذا اللي أنا بعرف أعطوها حقوقها حتى تعطي، لأن المرأة إذا ما أخذت حقوقها فاقد الشيء لا يعطيه. أعطيها حقوقها ومن ثم تعطي. يعني أي مجتمع إذا ما كانت المرأة إلها دور فعال ما بيكون فيه مجتمع. هاي رسالتي للجميع، أعطوها حقوقها. أنا بناشد المجتمعات العربية اللي أعطاها إياها الإسلام بس، وهذا اللي بدي أنا بطالبه فيه. وشكراً جزيلا لك يا الناشطة الحقوقية خلود خريس، رئيسة جمعية نساء ضد العنف، كنت معنا مباشرة من عمان.